تتمة للترس. كنا وصلنا هذه الحالة الثالثة اللي فيها الأسطوانة تدور حول محورها باحتكاك. قلنا بأنه القوى المتبقى على البكرة ديالي خلال حركتها عندنا كاين الوزن، كاين تأثير المحوري، كاين تأثير الخيطي، الخيط ديما كيجر لتحت، وكاين مزدوجة الاحتكاكات لأنه قال لي هنا راه كاين الاحتكاكات، قال لي الأسطوانة تدور حول المحور باحتكاك. كاين حاجة أخرى أنه عندي الجسم ديالي كيطلع، شوفوا الملحة الدوران ديالو نحو الأعلى، يعني كيطلع هذا كما قلنا أنه ما يمكنش الأسطوانة تطلع هذا إلا ما كانش شي عنصر خارجي كيدورها، وداك العنصر الخارجي اللي كيدورها راه هو اللي كيتسمى مزدوجة المحركة. ندير دابا جهد القوى ديالي، الوزن مع عزم منعدم، أغ تأثير المحور مع عزم منعدم، تي تأثير الخيط، ام دلتا تي. غنشوف الخيط كيجر لتحت بينما البكرة ديالي أولا الأسطوانة ديالي كتحاول تطلع الدور نحو الأعلى، وبالتالي منح هذا يؤثر في عكس منح الحركة، وبالتالي عزمه سالب. أعطيني تي فوا إخ، وغنزيد إم إف. شكون اللي قالها ليا؟ قالها ليا النص باحتكاك. دوك المزدوجة مزدوجة الاحتكاكات، و حاجه اخرى قال لي في النص مزيان، قال لي راه كاينه مزدوجه محركه في النص مزيان، الا ما قالش لي مفروض عليا نكمل من عندي انه كاينه مزدوجه محركه لان البكره كطلع هذا، وبالتالي ما يمكنش لها الدور وتحرك هذا الا ما كانش حاجه اخرى كتحرك. دونك مزدوجه اسمها المزدوجه المحركه، اسمحوا لي مومون دو فروتمون، مزدوجات الاحتكاكات، مومون ام مومون موتور، المزدوجة المحركة. كما كنقول هاد الجوج ما كاينش تعبير خاص بهم، عندنا الا بغيت القيمة ديالو ولا التعبير ديالو غنستنتجو من الدرس في الاخر في تطبيق داك القانون اللي غنقراو اللي كيتسمى قانون التحريكية. غندوزو الحاجة الرابعة، الرابعة غنشوفو ما يسمى بمعلمة نقطة. ماذا تعني هاد الهضرة؟ دائما في إطار التذكير أنه الجسم ديالي خلال حركته يستوجب علي أنني نعرف الموضوع ديال واحد النقطة ما خلال حركة الجسم ديالي. فعلا لمعلمة نقطة كما شفنا في السنة الأولى بكالوريا كاين ما يسمى بالإحداثيات الديكارتية، ما ندير بهم، وشفنا عاوتاني ما يسمى بأفصول الزاوية. نبداو بالأفصول الزاوية، حنا اللي كاين من هذا العام هو الأفصول الزاوي اللي هو تيتا بحيث وحدته الراديان. شنو هو تيتا؟ هي تيتا ديالي، ها تيتا ديالي باينة، هي الزاوية. شوف معاها ها هو المسار ديال النقطة ام، كانت انا وهي غادية. بغيت اسيدي نعرف فين كاينه، يكفي نعرف الزاوية ديالها بالنسبة للمحور، بالتالي عرفت الموضوع ديالها. دونك تيتا هي الزاوية بين ايش؟ بين المحور او اكس و او ام، هي زاوية بالراديان. مزيان هاني عرفت سيدنا ماذا يعني الأفصول الزاوية. الحاجة أخرى اللي خصني نعرف، خصني نعرف إلا تعطات لي الزاوية بالدرجة نحولها الراديان، ولا تعطات لي الدورات نعرف نحولها الراديان. وبالتالي دار من تشوف مثال، دار الجسم بزاوية ألفا كتساوي 30 درجة. قال لي بأن الجسم ديالي دار 30 درجة، وأنا أصلا في الدرس أنا ما كنخدموش بالدرجة كنخدمو بالراديان. كيفاش نحول ديك 30؟ نحولها الراديان، يكفي فقط نهز ديك 30 ديالي ونضربها في بي ونقسم على 180، وراه تعطيني الجواب ديالي اللي هو هنا بي على 6. بي كنعوضها ب 3.14 ونقسم على 6 وتعطيني العدد ديالي بالراديان. مزيان قال لي مثلا دار الجسم بعشرين دورة، أنا محتاج هاد 20 دورة نخدم بها في الحساب، ولكن ما منحكيش نخدم بديتو، خصني نخدم بالراديان. كيفاش نحول هاد الدورة الراديان؟ ساهلة، نهز سيدي ديك 20
ونضربها في دو بي لان كل دورة تساوي دو بي هتعطيني 40 بي هذه بالراديان. وبالتالي بغيت القيمة ديال الزاوية ديال الزاد 40 ضربها في 3.14 واني لقيت القيمة ديال الزاوية ديالي بالراديان. على ليا دابا نشوف ما يسمى بالأفصول المنحني. الأفصول المنحني الذي نرمز له بأس أس هو المسافة الفاصلة بين أ و أم. إلى عرفت هذه المسافة عرفت الموضع ديال أم، يعني أس هو طول القوس أم. أرى ليا العلاقة، العلاقة بين أس، اسمحوا لي أس راه بالمتر، أس و تيتا. أس دائما يساوي أغ فوا تيتا بحيث هذه بالراديان. هذه إلا كانت بالمتر هذاك كيخرج بالمتر، هذا بالمتر كيخرج بالمليمتر، هذا بالسنتيمتر كيخرج بالسنتيمتر، ولكن يستحسن دائما نخدم بالمتر ونهني راسي مزيان. هاني هاد لا باختي غندوز دابا. أول حاجة اللي كتعنيني هاد العام هي السرعة الزاوية تيتا بوان والتسارع الزاوي تيتا دو بوان، يعني داكشي كامل شفت من قبل ما هو إلا تذكير ديالك المعلومات اللي كنت قريت في السنة الأولى والثانية، السنة الأولى وجدع مشترك. أرى ليا دابا نشوف ماذا تعني السرعة الزاوية. نكتبها السرعة الزاوية تيتا دو بوان، كنرمزو لها بتيتا دو بوان. تيتا دو بوان هي المشتقة ديال تيتا بالنسبة للزمان. هذه راديان بار سكوند، وهذه أصلا براديان، وهذا بالسكوند، هي مشتقة تغيرات تيتا في الزمان. أري ليا هاد تيتا دو بوان اللي هي السرعة الزاوية واش عندها شي تعبير آخر ولا شي رمز آخر؟ هي عندها شكون هو؟ هو أوميغا. إلا لقيت أوميغا راه يعني تيتا، هذا راه السرعة الزاوية بالراديان بار سكوند. مزيان. أرى ليا العلاقة بين هاد تيتا دو بوان اللي هي أوميغا اللي هي السرعة الزاوية مع السرعة الخطية. كاينة العلاقة بين السرعة الزاوية والسرعة الخطية. راه في السرعة الخطية كتساوي دائما اغ فوا تيتا بوان. هادي المتر بار سكوند، باش يخرج لينا المتر راه خص يكون هنا المتر، وهنا راه راديان بار سكوند. مزيان. هاني عرفت دابا العلاقة بين هاد جوج. نشوف دابا السرعة، لا نشوف التسارع، التسارع الزاوي والذي نرمز له تيتا دو بوان. تيتا دو بوان هو المشتقة الأولى ديال السرعة الزاوية بالنسبة للزمان تعبيرها، أو هو المشتقة الثانية لتغيرات الأفصول الزاوي بالنسبة للزمان. هذا وحدته راديان بار سكوند أس اثنان. مزيان. هاني عرفت ما يسمى بالسرعة الزاوية والتسارع الزاوي، الحوايج اللي جداد عندي هاد العام. غندوز للتتمة ديال الدرس ديالي. إلا عرفت ما يسمى بالسرعة الزاوية وعرفت التسارع الزاوي، دابا خصني نعرف نلقى المعادلة الزمنية لكل من السرعة والأفصول الزاوي كيما قريت في الحركة المستقيمية. المعادلة، نبدأ أولا المعادلة الزمنية للسرعة الزاوية تيتا دو بوان تي. أنا عارف بأنه عندي ما يسمى بالتسارع الزاوي ومشتقة تغيرات السرعة الزاوية بالنسبة للزمان، وبالتالي السرعة الزاوية هي الدالة الأصلية لهذه النتيجة، وبالتالي الدالة الأصلية بالنسبة للزمان. نضربو في تي وغنزيد لها واحد ثابتة، هاد الثابتة ما غتكون غير قيمة السرعة الزاوية في اللحظة تي كتساوي صفر، كنعوض هنا بالصفر وكتخرج ليا تيتا دو تيتا بوان في تي إيكالا زيرو إيكالا كونسونت اللي هي اش قيمة السرعة الزاوية عند اللحظة صفر، دونك اسمها تيتا بوان زيرو. النتيجة ديالنا نكتبها هنا، شكون هادي؟ هادي هي تيتا بوان. شحال كتساوي؟ كتساوي تيتا دو بوان في تي زائد تيتا بوان زيرو.
رنشوف ثانيا المعادله الزمنيه للافصول الزاوي تيتا تي. عارف عندي بانه عندي هاد تيتا بوان، هي اش؟ هي المشتقه ديال تيتا بالنسبه للزمان. وشحال كتساوي؟ كتساوي تيتا دو بوان في تي زائد اش تيتا بوان زيرو. هذا اش كيعني لي؟ كيعني بانه هاد تيتا هي الداله الاصليه ديال هاد الداله الزمنيه، اللي غتكون اش هاد تيتا هتساوي واحد على اثنان تيتا دو بوان تي اس اثنان زائد تيتا بوان زيرو تي زائد واحد التابعه. شكون هاد التابعه؟ نعوض هنا بالصفر ونعوضها بالصفر، يعني في تي ايكال زيرو غتكون عندي هاد تيتا كتساوي هاد التابعه، يعني تيتا في اصل الزمان هي تيتا زيرو. وبالتالي تيتا دو تي تسميها تيتا دو تي، سمحوا لي هنا نسميها تيتا دو تيتا بوان دو تي لانها داله زمنيه المتغير والزمان. تيتا دو تي تساوي واحد على اثنان تيتا بوان تي اس اثنان زائد تيتا بوان زيرو تي زائد تيتا زيرو. معادلة الزمن الأفصول الزاوية هي واحد على اثنان تيتا دو بوان تي أو كاري بلوس تيتا بوان زيرو تي بلوس تيتا زيرو. مزيان، أنا دابا غنمشي رابعا، يعني حاجة جديدة عندي هاد العام، اللي هي العلاقة الأساسية للتحريك. أش كتقول لي هاد العلاقة الأساسية للتحريك؟ هاد العلاقة الأساسية للتحريك كتقول لي إلا جمعتي، إلا جمعتي عزوم القوى المطبقة على الجسم ديالك، شكون هو هاد الجسم اللي كيدور؟ إلا جمعتي عزوم القوى المطبقة على الجسم ديالك فعلا بالنسبة للمحور دلتا، راه كتساوي عزم قصوري مضروب في تسارع الزاوي مجموع عزوم القوى الخارجية المطبقة على جسم ما في كل لحظة من لحظات حركته تساوي عزم قصوري مضروب في سرعته في مضروب في تسارع الزاوي. مجموع عزوم القوى المطبقة على الجسم في حركة دوران يساوي جداء عزم قصوره في تسارعه الزاوي. هذا ليا نشوف الوحدات ديال هاد العناصر المكونه لهذه المعادله. عزم قوه وحدته النيوتن، النيوتن مضروبه في المتر. عزم قصور هو كتله مضروب في مسافه اس 2 يعني كيلوغرام متر اس 2. التسارع الزاوي هو راديان بار سكوند اس 2. نعاود شنو كتقول لي هاد العلاقه الاساسيه للتحريك؟ كتقول لي راه مجموع عزم القوى المطبقه القوى الخارجيه المطبقه على الجسم ديالي بالنسبه للمحور دوران دلتا تساوي عزم قصوري مضروب في تسارع الزاوي. على دابا نشوفوا هاد عزم القصور. عزم القصور غنشوفوا هنا مجموعه من النماذج، كاين قرص حلقه اسطوانه عارضه ثم عارضه ثم فلكه. القرص عزم قصوره بالنسبة لمحور يمر من وسطه هو واحد على اثنان كتلته مضروب في شعاع اس اثنان. شوف الحلقة، الحلقة هي خاوية من الوسط، شحال كتساوي يا سيدنا عزم قصورها بالنسبة لهذا المحور دلتا؟ كيساوي كتلتها مضروب في شعاع اس اثنان. ها هي الأسطوانة، شحال كيساوي عزم قصورها بالنسبة لمحور دلتا يمر من وسطها، أي محور دوراني أي محور تماثليا؟ هي واحد على اثنان كتلتها مضروب في شعاع اس اثنان. عندي هنا عارضة، هاد العارضة محور الدوران ديالها في الوسط، يعني كدور على هاد المحور اللي داز من وسطها. شحال غيساوي في هاد الحالة عزم قصوري بالنسبة لهاد المحور؟ سواء واحد على اثنان، واحد على 12 ام ال اس اثنان. وإلا كانت كدور على محور دايز في إحدى طرفيها، دونك هنا شحال يساوي؟ ثلث ام ال اس اثنان. الفلكة كيساوي اثنان على خمسة ام اس، كتلتها مضروب في شعاعية اس اثنان مضروب في اثنان على خمسة. مزيان، دونك انا نرجع لهاد العلاقة اللي كنت قريت ديك الساعات. عزمو هاد هاد لابارتي، يعني هاد الجزء من المعادلة ديالي ما عنديش فيه مشكل. حدود الساعة كنعرف ندير العزوم ديال ندير كنعرف.